خطأ كبير أحمد على لا 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 1-0 خطأ بدر بنون يصبر على الأول جول، وأحمد علاء يتفوق ويتألق ويتعلق ويضغط وبقوة ويراوغ بمهارة ويسجل أول أهداف الغرافة. بدر بنون لسه بقول نجم مغربي، لعب للرجاء المغربي، لعب للأهل المصري، ويلعب مع نادي قطر، عائد من الإيقاف يخطئ خطأ كبير للاعب كبير. خطأ كأوهو، الباص أصلا جايله مش مظبوط، الباص اصلا جايله مش مظبوط، ولكن احمد علاء، شوف ضغط احمد علاء. خطا مش من بدر بنون بشكل رئيسي بقدر ما ان ياسين الابراهيمي النجم الدولي الجزائري الكبير، نجم بورتو البرتغالي السابق، ياسين وكل الحروف، ياسين وصاد وعين وقاف وكاف، ياسين وكل الحروف يصوب دون خوف ويسجل تاني اهداف اللقاء. نعم، انه الجزائري الكبير ياسين الابراهيمي يسجل للغرافة تاني الاهداف. الفهود للانتصار على الملك دعوت، خسروا في بطولة الدوري بالخمسة، يتقدم في كأس الامير بتاني الاهداف. ياسين الابراهيمي يطلق صاروخ لا يصدق. الحكم اللي يعني شوية كده ممكن يتزعل من الفريق الاخر. هذه الضربة الحرة عالية فوق، مش معقول عملوها. نعم عملوها، احمد الجنحي تسجل ثالث اهداف الغرافة، ثلاث اهداف للغرافة في الشوط الاول بعد مباراة كبيرة، مباراة سريعة، مباراة ممتعة، مباراة حاول فيها قطر العودة اكثر من مرة، اصطدم بحارس الغرافة يوسف حسن، ولكن ثلاثي هجوم فريق الغرافة، احمد علاء مرة، ياسين الابراهيمي مرة، احمد الجنحي ثالث مرة ليفوز الغرافة بالثلاثة. مشاهدينا الكرام، بالثلاثة في بطولة الكاس، في بطولة الكاس عندما تقابل الفريقان في دور الثمانية في 2022 فاز الغرافة 2-1، في نصف نهائي 2008 فاز الغرافة 3-1، في نصف نهائي المدافع المغربي بدر بنون يا ولد بهدوء وبثقة وبتأني يسجل هدف تقليص الفارق، تصبح النتيجة 3-1 لصالح الغرافة. ادي سيبستيان سوريا، مش باين اي حاجة، الصورة دي جاية متأخرة لينا طبعا، لكن هي دي اللي اتخذ عليها القرار، والفار ما استدعاش الحكم، يبقى يعني تمام زي الفل. بص الامامي في صيد ولا ايه؟ الرابع، ويبدو ان هناك تسلل ولا ايه؟ الرابع مؤيد حسن، عفريت من عفاريت الغرافة يحدث الفارق ويسجل الهدف الرابع. نعم مؤيد حسن، تبديل عظيم من المدرب بيدرو مارتينيز المدرب البرتغالي للغرافة، غير الماتش تماما. ادي الباص الامامي تاني، مش اوفسايد ابدا. برافو مؤيد، يسجل رابع الاهداف. يا سلام على السيست الجميل من الساحر، نعم ياسين الابراهيمي سجل هدف وصنع هدف ويساهم في تحقيق المتعة والسعادة.